لتعهدات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وقعت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التهازر اتفاقية مع وزارة البترول والمعادن والطاقة، بموجبها يتم توصيل 9 قرى ريفية بشبكة صومالك. هذه المبادرة تدخل في إطار جهود العامة للحكومة ولبرنامج فخامة رئيس الجمهورية من أجل توصيل الكهرباء لكافة الموريتانيين، وستمكن على وجه الخصوص هذه المبادرة وهذا المشروع بإيصال الكهرباء لتسعة قرى في 4 ولايات: الحوض الغربي والحوض الشرقي والأصابة والبراكنة. وهذه الجهود تنضاف إلى البرامج التي تم تنفيذها السنوات الثلاث الماضية، والتي مكنت من توصيل الكهرباء ل 259 قرية في على عموم التراب الوطني، واستفادت منها كل الولايات وكل المقاطعات. ونأمل ونتعهد طبعا بمواصلة هذه الجهود لتنفيذ خطط الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية والهدف الاستراتيجي الأساسي، وهو توفير الكهرباء لكافة الموريتانيين بحلول سنة 2030. سيستفيد من هذه التوصيلات الكهربائية الطبقات الهشة في مختلف مناطق البلاد. هذه الاتفاقية التي تجسد حرص المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء التهازر على تمكين الطبقات الهشة في مختلف مناطق البلاد من الحصول على الخدمات الأساسية من طاقة ومياه وتعليم وصحة، وفاء بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني في هذا المجال، حيث ستمكن هذه الاتفاقية من ربط 9 تجمعات سكنية ريفية في 4 ولايات مختلفة بشبكة كهرباء صملك، هي بيرهل سيدي بية ودياده ومبرة اثنين في الحوض الشرقي، وتيمزين والمبرك في الحوض الغربي، وفام الخضيرات وغورط وبلوار بالعصابة، والزغلان بالبراكنة، مما سيسمح باستفادة أكثر من 16,000 نسمة في هذه التجمعات التسع. يكلف هذا المشروع أكثر من 3 مليارات أوقية قديمة، سيتيح للساكنة الاستفادة من الطاقة ويحسن من ظروفها الاقتصادية ويفتح لها آفاقا تنموية كبيرة.